تحياتي مشاهدينا، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مين وإلى. داخلين خلاص على شهر رمضان، وكل سنة وحضراتكم طيبين. فقرتنا الاولى النهاردة خاصة بالبنات، وبتلقي برضو اهتمام بالشباب، وخصوصا ان احنا خارجين من فصل الشتاء وبنات كتير جدا بشرتهم بتستغيظ بسبب نشفان البشرة والحكة اللي بتحصل لهم، غير طبعا حب الشباب والحساسية. كمان داخلين على شهر يعني الصوم، ومفيش اكل ومفيش شرب، هتعمل أزمة في الحاجة دي بالنسبة للبشرة. ده غير طبعا إن مشاكل الشعر والتساقط والصلع عند البنات والرجالة هنعرف أسبابه وعلاجه مع مدام صحر الحفناوي، متخصصة عناية البشرة. أهلا بحضرتك، برحب بيكي. ازيك يا احمد؟ عامل أهلا ايه؟ بحضرتك، عاملة إيه؟ اخبارك ايه يا احمد؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبة. كلمينا بقى عن المشاكل اللي كانت بتواجهها البشرة، وخصوصا إن إحنا خارجين من فصل الشتاء وداخلين على فصل الصيف، وغير طبعا رمضان داخل، كل فعايزين سنه نعرف وانت إيه طيب. الأسباب دي وإيه المشاكل اللي بتواجهها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان احنا طالعين من شتاء، يعني جفاف بشره عالي، يعني مفيش شرب ميه، يعني البشره فاقده معادن كتير جدا، خصوصا ان ناس كتير مش طالبه الميه. مفيش المياه دي اساس تليين البشره والجسم. اول حاجه طالبين من الناس بس ان هي تبدا تشرب لترين لا يقل في اليوم الفتره الصباحيه. محتاجين ترطيب يومي بالليل مع غسول كويس جدا، يكون مناسب لكل بشره، يعني مش صاحبتي جايبه غسول اعمل زيها واجيب. ده بالنسبه للي احنا محتاجين ناخد خضروات كويس جدا. حلو محتاجين قوي. الفطار ان احنا ندخل خضروات، ندخل سوائل كتير تعوض البشره طول النهار عشان ما يحصلش احتكاك، والاحتكاك تقلب باكزيما ويحصل جفاف عالي، والجفاف ده ممكن يؤدي الى تشققات، والتشققات دي ممكن تعمل تجاعيدات مبكره. جينا بنات 20 19 عندها خطوط تعبيريه كتير، ليه؟ مهمله مفيش. وبعدين لازم تعرضتي للشمس، حتى لو داخله المطبخ طالعه تنشري، طالعه مثلا تجيبي اي حاجه، لازم تعملي حاجه اسمها حمايه. الحمايه دي بيبقى صن بلوك. صن بلوك دي بيعمل فيه حمايه عاليه. الحمايه دي حتى لو تعرضتي بيحاول ان هو يبعد يعني 70 80% من ضرر الاشعه او المطبخ او البخار ايوه، او اللي ممكن يعمل اذى. خصوصا كمان ان فصل الصيف بيبقى الاشعه الشمسيه عاليه شويه، الله ينور فبتبقى عليك. يعني متسلطه قوي على البشره وبتعمل مشاكل في فيها قوي. بشرات بتتحول حساسيه عاليه قوي، مجرد ان هي حتى لو طلعت تنشر في الشمس تلاقيها قلبت حمار عالي. الحمار ده بيقلب معاهم بسمار، وبيقلب بعد كده تصبغات ما بتطلعش، ما بقاش فيه في طبيعه الاكل والخضروات بتاعنا الغذاء الكافي اللي انت ممكن تعوض بيه البنيه. تمام. مشاكل كتير بتواجهها الستات وكمان الرجالة في تساقط الشعر، ايه اسبابه يعني؟ بص عايزين يا نعرف. احمد، تساقط الشعر ده بيبقى ليها سببين. اول سبب البنية. لو البنية كويسة جدا، طبعا الحديد كافي، دي كويسة، بتلاقي المنبت الشعر كويس. طب احنا نفرض ان احنا البنية كويسة، طيب شوف البصيلة، شوف استخدامك ايه، البصيلة اساسيها ايه. ما انت لازم تعالج بحاجتين. انا عندي منتجين وكلهم علاجيين، وما بستخدمش الا الحاجة المعالجة، يعني مفيش مكسديل او هيرباك او الكلام ده. اول حاجة انا بعلن المنتج ده يا جماعة بجد منتج محترم حرامين قوي كده. قوي قوي. المنتج ده للتساقط وبعدين للتنبيت كمان، بيتحط على الفروة مباشر، مرة الصبح ومرة بالليل، مش على الشعر، على الفروة. الفروة. في خلال 3 أسابيع بتلاقي الشعر ما شاء الله. وبعدين اللي بيطلع مش بيوقعه، مش بيوقعه، بالعكس بيحافظ عليه كويس جدا. لازم طبعا مجموعة عناية معاك، يعني ما ينفعش ان انت تستخدم شامبو فيه سلفات او صوديوم او امونيا او كده. دي بالنسبة لازم ناخد كبسولة. الكبسولة بيبقى فيها نسبة حديد ونسبة المعادن اللي ناقصة من البصيلة. تمام. فانت لازم تعوض بحاجتين. تمام. دي كلها فيتامينات يعني، بتقوي الحاجات دي وكمان بتحافظ اولا عليها. بتدي بنية وبتدي بصيلة. بتدي بنية ان بعض المعادن اللي محتاجها الضوافر والبشرة والشعر، انت بتديها في كبسولة بتستمر عليها من 3 شهور ل6 شهور. اما ده بيبقى فوق في البصيلة، من فوق بنعالج، وحاجات برضو البصيلة فيتامينات ما والفروة نفسها. فيهاش حاجة ان انت لو وقفتها او قلت لها ستوب تقع، لا، بيفضل معاك العمر كله. تمام. فانت لازم تدي الحاجتين. اما بقى الناس اللي عندها صلع وراثي، انا كنت لسه اسالك على الحاجه دي، اسباب هي الصلع احمد عندك الوراثي. صلع ولا ايه؟ لا، ده بالنسبه ما شاء الله للشباب عليك. خلاص خلاص، الشباب كتير في العشرينات وبقت تيجي لها الصلع الوراثي ده، طبعا. يعني طبعا اسبابه بسبب ايه؟ اهمال، بسبب ان انت بتبقى الميه بتاعتك فيها، يعني
فيها مثلا املاح عاليه جدا. احنا الشباب بقوا مستهترين بالاكل بالغذاء. بصي تلاقيه حتى لو في العيله سلع وراثي تلاقيه عنده مبكر، حتى البنات احنا ما سمعناش الكلام ده غير اهمال، كله بيتجه للاكل اللي بره، الاكل اللي بره، البيتزات اللي مش عارف ايه والكلام دوت. اه ماشي كلها بس كل حاجه، بس حاول عوض خضروات، دخل سوائل، دخل حاجات تديك قوه وبنيه كويسه جدا تخليه يبعد عن، بدل ما يبقى مبكر قوي لا يعني خليك عايش لغايه ال 40 45 شويه كده شويه. ده الحالات دي بيبقى ليها علاج مدى الحياه، مدى الحياه، ولازم يبقى تدخل فيه موكسيدين او هيرباك، يعني دولت بيبقوا معروفين وانواع كتير طبعا. الكلسيدين ماده الفعاله اللي هي بتطلع، وبس عيبها ان انت لو قلت لها ستوب بتاخد معاها الشعر اللي دول علاجهم كده. احنا شغالين بقى طبعا حقن بلازما، شغالين حاجات على الفروه كويسه جدا، بنشتغل تنبيتات واقراص وحاجات كويسه، وبعدين ما فيهاش اي ضرر. عظيم والله. كنت عايز اكلمك على البروتين، البروتين ده بيسبب تساقط ولا لا ولا ايه شكله؟ بص يا احمد، البروتين انواع كتير جدا، السوق مليان مليان، في اتش بي عالي قوي قوي قوي، احماض عاليه جدا. انت بتختار المكان المناسب اللي انت ممكن تقدر تأمن فيه على نفسك وعلى شعرك وعلى بشرتك، حد يكون واثق فيك جدا، المنتج بتاعك محترم. اعمل اختبار للمادة، ما تكسفوش يا بنات، تكسفوش. انت لما تخشي مكان خليكي فاهمة، قولي لها لو سمحتي انا عايزة اعمل اختبار المادة، لو اتش بي عالي احماضها عالية، انت لو حطيتها على ايدك، ايدك بتاكلك وبتلتهب مكانها، بتخليها احمر، احماض، احماض وجات على الفرو على الايد، ايه اللي بيحصل فيها؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لها طبعا التهابات وحاجات. الله ينور عليك. قول لها لو سمحتي انا من حقي ان انا هدفع فلوس، يبقى من حقي ان انا اجس النبضه دي، الماده دي، فاهمني ولا ايه؟ صح طبعا. بس كده. كنت عايز اسالك، لو بنت او الراجل لو عايز يحافظ عن شعره من التساقط ده يعمل ايه؟ اول حاجه هناخد كبسول، هو عامل بروتين يعني بعد البروتين. تمام. نمشي على عنايه كويسه جدا. شامبو يكون فيه بنسينول كويس، فيه تغذيه عاليه، يكون ما فيهوش سلفات، ما يكونش فيه باربين، يكون خالي من الحاجات دي. حتى لو انت مش عامل هيحافظ على بصيلتك، هيحافظ على شعرك. دي اول نقطه. تاني نقطة، استخدم منتج اتسرح بيه يكون مناسب لشعري، يعني ما ينفعش مثلا يا احمد انت تكون بتسرح بنوع، ما تزعلش مني، اخوك بيسرح بنوع، انت نوع بصيلة حاجة وشعرك ممكن يكون سميك، اخوك شعره خفيف جدا، انت حاجة وهو حاجة، هو ممكن يبقى تقيل على البصيلة بتاعته، فيحصل له تساقط رغم ان هو كويس ومناسب معاك جدا. شوف الفرق ايه؟ بيرجع للايه؟ سبحان الله، للبنيه والتنبيت بتاعك، فاهمني؟ يبقى لازم احافظ على شعري، ولازم قبل كل ده بعد كل استحمام اجفف شعري. مجفف لازم، ما ينفعش ابيت والميه في شعري، ما ينفعش اربط شعري وفي ميه، اولا هيربي تكسير وكمكمه، ثانيا هيحصل تساقط. حلو قوي. كنت عايز اسالك على حاجه مهمه جدا. قولي. كتير من البلوجر كانوا بيعملوا حاجات كده، يعني فيديوهات على التيك توك مثلا او حاجات زي كده على شعرهم، يعني بيجيبوا عارفه اللي هي كريمات الفرد دي بيعملوها ويعملوها، وبيقول لك لا الشعر بيقع. الفيديوهات بتبقى اخطر فعلا، حاجة بتقع الشعر. طبعا بيقع. اقول لك حاجه، او برضو زي ما بقول لك، زي ما في بروتين تعبان جدا واتش بي عالي، اتش بي عالي جدا، في حاجات فرد ليها اسامي كتير جدا مضره جدا. ليه؟ بتبقى عباره عن ماده البطاس، بس هم طبعا مخترعين ليها اسم ورخيصه جدا، تلاقي الواحده من دول بتعمل شعرها ب 100 جنيه وبيدي نتيجه كويسه، بس روح بعد كده بعد شهر، مفيش شهر، تلاقي شعرها بيتساقط في كل مكان، وبيحصل فراغات وما بتعرفش تبني البنيه تاني، لان مفيش بناء بنيه زي الاول. انت عندك يعني معلش، انت متجه للاكل اللي بره كتير قوي، حتى مفيش اكل زي الاول، خضروات، سوائل، مفيش الكلام ده. طب انت بتضطر تديله حاجه تقوي بنيته، بس طب انا الحاجه مش زي الطبيعي، فاهمني؟ طب انا واحد مثلا شعري خشن عايز اخليه ناعم، اعمل ايه؟ امشي على، لو انت مش عايز تفرد، امشي مع حد يكون مختص، يشوف البصيله بتاعتك محتاجه ايه، يديك عنايه. عنايه ايه؟ في حاجات كتير، او في سيرومات كتير، وفي حاجات طبيه ومصرحه تحت وزاره الصحه، ما فيش حاجه يعني ممكن تكون طالعه من وزاره الصحه هيبقى ليها ضرر، تمام؟ بس انت هتشوف ايه المناسب ليك، تمام؟ ودي اول نقطه. تاني نقطه، لازم تعمل حمام كريم، لازم ترطب شعرك. انت بتستحمى بميه سخنه، ماشي، انت بتبصت ليه شعرك نشف بعديها؟ طب نشف ليه؟ ما هو انت الميه الدافيه دي نزعت جميع المعادن الليونه اللي بتاعت شعرك، طلعت لقيت شعري ناشف،
طب ناشف، ما انا ما حطيتش ترطيب لا يقل عن 15 دقيقة. دي بيديك ليونة حتى لو انت ما حطيتش سيرم، حتى لو ما حطيتش اي نوع، فاهمني؟ فانت لازم زي مثلا ارض عندك اديتها مية نظيفة قوي واديتها تقاوي نظيفة قوي، مش مضطر ان انت كل اسبوع تروح تروي، لا انت خلاص عملت اللي عليك في البدايه، فالزرعه طلعت كويسه قوي. انما لو انت ما اهتمتش، ليه الزرعه نشفت وسلطت عليها اشعه شمس عاليه، هتلاقي ايه اللي حصل؟ نشفت ووقعت. يبقى لازم عنايه، لازم عنايه. الحاجات دي مهمه جدا، لان احنا الجيل اللي طالع جيل طالع ما عندوش ادراك، ما عندوش يعني ايه خلفيه ان انا اعتني، ما عندوش يعني ايه ان انا بشره لازم اغسل بحاجه طبيه، حاجه كويسه، حاجه مناسبه. انا يعني بقول لهم يا بنات النهارده البشره ما فيهاش ليونه. خلينا نتنقل بقى من العنايه للشعر لعنايه بالبشره. نصيحتك ايه للشباب اذا كان بقى الاولاد او البنات، يعملوا ايه للكلام ده؟ انا بنصحهم ان انتوا داخلين على شهر كريم، كل سنه والامه كلها بخير. اول حاجه ان احنا نشرب ميه كويس جدا من بعد طبعا ما نفطر بساعه لغايه السحور، نعوض الجسم. اساس بشره كويسه الميه كويسه، تمام. نيجي نغسل قبل النوم بغسول كويس مناسب لبشره اي حد، ونبدا نرطب. ومش اي ترطيب، يعني ما ينفعش انت مثلا تكون بترطب بنوع اجي اخده منك، ممكن تكون بشرتك هتتحمل، بشرتي انا هيعمل معايا تخزين دهون ويطلع لي حبوب. يبقى اشوف البشره ايه المناسب ليا، المناسب ليا. طب تشرحي لنا كده منتجات كده حلوه كده يعني نستخدمها. والله احنا عندنا منتجات جميله قوي، انا بشتغل طبعا مع شركه ادويه كويسه ومحترمه. عندي سيروم بجد بيتحط بالليل، في بنسينول، في الهيالورونيك اسيد، عندي انواع كتيره قوي في 27 عنصر محترم قوي، بيدي نضاره، بيدي تفتيح، بيدي البعد الداكنه، ده بيتحط بالليل في الضلمه. طبعا متواجد عندي في المركز، وعندي غسول ده بيناسب جميع البشرات، الغسول ده محترم قوي قوي. انا عن نفسي كل اللي خده قال لي حاجه فوق المحترم، يعني احنا منتج مصري يا بنات مش مستورد، ويعتبر ارخص كتير من المستورد. المستورد بتاعه بيعمل 400 500، ده نازل بسعر حاجه 150 مش حاجه، لكن ده بشغل دكاتره مصريين ومواصفات مصريه. يا ريت نشجع المنتج المصري. وبرضك ده مش هقول فيه هيرباك ولا ميوكسيديل ولا الكلام ده، بالعكس بيطول في خلال 15 3 اسابيع بيبدا ينبت بتغطيه للشعر الابيض، حاجه كويسه. وبرده مش غالي زي الحاجات اللي بتقف في التساقط وبتوصل ل 700 و600، لا ده برده عندنا في المركز ب 150. عندنا عنايه كامله متكامله بعد الترميم وبعد البروتين وبعد الشغل اللي احنا بنشتغله سنه متكامله مجانا. للاسف انتهت فقرتنا، بس بينا خلاص حلقات كده كتير جدا. بس انا والله كنت عايز اقعد كتير مع حضرتك، انا استفدت جدا. انا اتشرفت بيك قوي. يعني ان شاء الله لينا لقاءات كتير. بشكرك جدا مدام سحر. باذن الله. وان شاء الله انتظرونا بعد الفاصل وهنرجع تاني ان شاء الله. برحب بكم من جديد مشاهدينا. النهاردة هنتكلم عن التكنولوجيا، الأنظمة الذكية بتساعدنا إن حياتنا اليومية تكون سهلة وسلسة، لأن تقدر بالأجهزة الذكية توفر وقتك وجهدك، وبالتكنولوجيا تقدر دلوقتي تتحكم في كل حاجة. تقدر دلوقتي تدخل بيتك وتتحكم في درجة حرارته، تقدر تتحكم كمان في يعني عايز أقول رفع الستاير، فصل الكهرباء، التلفزيون، كل ده بأبليكيشن على الموبايل. تشغيلها تمام يعني من خلال اي موبايل، من خلال ابلكيشن بيتحمل على الموبايل، وحاجات كتير عن السمارت هوم وغيرها وهنعرفها كتير. مع ضيفي الاستاذ اسلام رمضان، المدير التنفيذي لشركه الفتح للانظمه الذكيه. برحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. في البدايه كده عرفنا اكتر عن الشركه. والله شركه الفتح للانظمه الذكيه هي شركه متطوره في انظمه السمارت هوم والانتركم والساوند سيستم وأجهزة الحضور والانصراف وشبكات الإنترنت وأجهزة إنذار السرقة والسنترال الداخلي والأكسس كنترول وكاميرات المراقبة. إحنا بنطور من نفسنا دايماً عشان نواكب التكنولوجيا المعاصرة. إحنا إنشأنا الشركة من 5 سنين. بدأتوا من 5 سنين. من 5 سنين. والحمد لله عندنا عملاء كتير ويعني بيشكروا في شغلنا جدا. لا ما شاء الله عندك خدمات كتير. الحمد لله. أنا عايزك تشرح لي كل خدمة بقى، يعني إيه الخدمات اللي بتقدمها الشركة؟ اول حاجه نتكلم عن السمارت هوم. زي ما حضرتك شرحت في المقدمه كده، هي
سمارت هوم بيتحكم في اي حاجه في بيتك عن طريق الموبايل او عن طريق شاشه تاتش تعلقها في الحيطه او تحطها على ترابيزه او عن طريق الصوت. تقدر تحكم في الاضاءه، تحكم في التكييف، تحكم في الستاير، تحكم فتح الابواب وغلق الابواب، تحكم في اي حاجه حرفيا في بيتك. يعني هو نظام ترفيهي ونظام تاميني في نفس الوقت. الانتركم هو مشهور في العماير بالاخص، لانه بيبقى في وحده رئيسيه تحت وفي سماعه في كل شقه. الضيف او الدليفرز عاد بيجي تحت بيرن على شقه معينه، بتقدر تكلمه تعرف هو مين قبل ما تفتح له الباب. دلوقتي الموضوع اتطور بقى، الموضوع فيه كاميرا تقدر تشوفه وتكلمه صوت وصوره، وتقدر كمان تكلمه عن طريق الموبايل حتى لو انت بره البيت وتفتح له الباب او ما تفتحوش. كمان يعني انا اقدر وهو بيرن عليا الجرس اقدر اكلمه في التليفون. تقدر تكلمه في التليفون صوت وصوره. بتقدموا الخدمه دي موجوده متاحه. كنت قلت لي تقريبا في خدمه ثالثه على اللي هي الساوند سيستم تقريبا. خدمه الساوند سيستم هي مشهوره في الشقق عموما والشركات. دلوقتي الموضوع اتطور في موضوع الساوند، ان انت تقدر تتحكم في الساوند عن طريق الموبايل حتى لو بره البيت كمان، وبانقى صوت ما شاء الله، وبركبه باحترافيه عاليه، وما بنسيبلكش اي اثر في المكان، لا كابلات ولا اي حاجه، كل في حاجات وايرلس وفي حاجات بسلك مخفيه. ده عظيم. ده شبكات الانترنت شبكات الانترنت سواء كانت بكابلات او من غير كابلات، دي بتستخدم في الفلل او الشركات او المصانع. عشان دي تقدر توصل كل الاجهزه اللي عندك عن طريق الانترنت، سواء كمبيوتر او الموبايل او الشاشات. دي مهمه جدا في عصرنا الحالي، ما تقدرش تستغنى عنها. كنت قلت لي اجهزه تقريبا الحضور والانصراف. الحضور والانصراف كان مشهور زمان موضوع اجهزه البصمه، دلوقتي الموضوع اتطور جدا، تقدر تسجل حضورك وانصرافك عن طريق البصمه او الكارت او الوش او حدقه العين. يعني عندك تقدر تحافظ على الشركه عندك والموظفين اللي داخل واللي طالع، جه امتى ومش امتى، وتحسب له مرتباته بالظبط. المشكله دي مش هنعرف نزوغ بعد كده من الشغل. ما فيش تزويق دلوقتي. في خدمه عندنا ان انت تقدر تبصم عن طريق الموبايل، مش لازم يكون في جهاز بصمه ولا اي حاجه. ازاي ده؟ عن طريق الموبايل، بننزل لك ابلكيشن على الموبايل حضرتك وموبايل الموظف، مجرد دخوله المكان بيتحسب له بصمه حضور، ما يقدرش يتحرك من المكان اللي هو في مكان شغله. فدي اجهزه الانصراف والحضور. احنا خلاص اتكلمنا على الحضور والانصراف. السنترال الداخلي ده، السنترال الداخلي ديت بتبقى التليفونات زي التليفون العادي الارضي، بيكون موجود في كل مكتب او كل غرفه، تقدر تتكلم اي غرفه تاني مجرد ترفع السماعه وتطلب الرقم بدون ما يكون فيه تليفون ارضي او اي حاجه من الشركه. يعني بتسهل عليك بتوفر في الوقت والجهد، بدل ما تروح المكتب التاني وتقول لزميلك حاجة، لا بترفع السماعة وتكلمه وتقول له عليها. جميل. وتقدر تطلب أي حاجة من المطبخ مثلا. حاجة ممتازة ما شاء الله. كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة الأول كان موضوع كاميرات المراقبة ده، يعني كل ما تجي تراجع كاميرات مراقبة ولا حاجة تقول لك إيه الملامح مش باينة. دلوقتي الموضوع اتطور والجودة بقت أعلى، تقدر تشوف الملامح وتقدر تعد الاشخاص وتقدر تحسب مخالفات العربيات. كلمني طيب على الشركه بتاعتك، انتوا بتوردوا يعني انتوا بتوردوا الاجهزه ولا بتروحوا تركبوها انتوا بنفسكم؟ احنا بنورد وبنركب وبنقدم افضل خدمه في الشركه عندنا، التوريد وتركيب. بتعملوا خدمتين يعني؟ الخدمتين التوريد والتركيب. ايه اللي بيميز شركتك عن اي شركه تانية؟ يعني شركات طبعا يعني شركات في التخصص ده كتيره، ايه اللي بيميز شركتك انت عن الشركات التانية؟ والله احنا شركتنا بيميزها الدعم الفني وخدمه ما بعد البيع. احنا عندنا دعم فني 24 ساعه، وعندنا خدمه ما بعد البيع. ما بعد البيع دي اللي هي الضمان صح كده؟ الضمان وكمان الصيانه اونلاين. ديت حاجه مميزه عندنا مش موجوده في اي شركه تانية. اشرحها لنا دي. احنا عندنا بنقدر نحل لك معظم المشاكل او 90% من المشاكل اونلاين عن طريق اجهزتنا بدون ما نعمل اي زياره للعميل. يعني المشاكل البسيطه او اللي بتحتاج زياره مثلا
كابل فصل او كهرباء قطعت او حاجه اتحرقت بس بتبقوا مع العميل اونلاين لحظه بلحظه لحظه بلحظه. احنا بنعمل له متابعه شهريه مجانيه عن طريق الاونلاين. عايزك بس كلمه اخيره تقولها للمشاهد. احنا دلوقتي كاميرات المخفيه بحذر منها المشاهدين جدا لان بتبقى موجوده في اماكن كتير. يعني اكتر الاماكن اللي موجود فيها اماكن تغيير الملابس بتبقى على شكل شماعه او شكل شاحن. حابب اضيف نقطه كمان ان احنا دلوقتي شغالين في الطاقه الشمسيه بجميع انظمتها من اكبر نظام لاقل نظام. انا والله كنت نفسي اقعد معاك اكتر من كده بس يعني للاسف انتهى وقت حلقتنا، ونشوف ان شاء الله في حلقه تانية. كان معكم احمد حسن، الى اللقاء.